الأهمية نابعة من إنه الانتخابات كان أول انتخابات يخوض السودان بعد فترة طويلة جدا جدا، ويمكن يكون أي شخص أقل من 40 عاما ما خاض انتخابات قبل كده. We were thinking of how to participate in the coming election, how we would contribute to the education of the people and participate in the democratic change which everybody was talking about. بالنسبة لنا الانتخابات هي جزء من العملية الديمقراطية، عشان كده كانت تسمية المجموعة هي المجموعة السودانية للديمقراطية في الأول حتى الانتخابات. يعني الناس بتسأل حولها، سواء كانت منظمات سواء كانت مؤسسات حكومية، إنه سوق دي شنو؟ المجموعة السودانية تأسست فعلياً بدعوة من المعهد الديمقراطي الوطني NDI اللي هو بيعمل في مجال الديمقراطية والانتخابات في عدد كبير من الدول، وعملية المراقبة اللاحزبية الوطنية اللاحزبية. بالنسبة للانتخابات خصوصاً هنا في السودان في كانت مراقبة، لكنها كانت مراقبة حزبية أو المراقبة تحت الميديا. الجديد في انتخابات أبريل 2010 إنه بقت في مراقبة محلية اللي هي ساهمت وشاركت فيها منظمات المجتمع المدني المحلية. كان إنه في سيرفي عمل عن المنظمات العاملة في مجال التدريب في مجال البحوث والتي عملت في مجال السيفيك إديوكيشن. أنا بتذكر سجلوا لنا زيارة يمكن قبل قريب سنتين من تكوين سوق دي زاد. Discussing with us the possibility of forming a kind of network or alliances with other groups and NGOs. المجموعة السودانية والتحالف بتاع المجموعة السودانية والانتخابات كان حلم بالنسبة لي من فترة طويلة جدا، يعني إنه يكون في بودي أو جهاز يعمل على تراكم الخبرات المعرفية والمهارية والجغرافية. دي كلها مواضيع جديدة، الناس كانت يعني في هم كبير في إنه هم كيف حيقدروا ينجزوا العمل ده. التحالفات بين المنظمات دائما بتعترض مشاكل كثيرة وفشل. يعني في محاولاتنا لأنه يعني نضمن نجاح عمل هذه المجموعة اتفقنا عليه ثلاثة مبادئ أو قيم أساسية. بالطبع قيم الحكم الراشد المتمثلة في الشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرار وسيادة حكم القانون، هذه متفق عليها by induction يعني بدهيا. القيمة الثانية اللي اتفقنا عليها اللي هي اللاحزبية. القيمة الثالثة واللي هي المهمة جدا قامت عليها السوقدي هي القيمة تحت الإصلاح وليس الإقصاء. تعلمنا كثير من خلال التعامل مع بعض، الثقة في بعض، إننا نمشي كيف مع بعض. تتكون من مجموعة دراسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي هي اختصارا تعرف بجيسكرز، في مجموعة IDCS اللي هي معهد المجتمع المدني، في جمعية بابكر بدري للدراسات العلمية، في منظمة مبادرة الأمن الإنساني مأمن هيل هيلب، ومنظمة عزة النسوية. At that time, of course, all of us know nothing about domestic observation. We have read it in some of the articles and books, but we really haven't have any experience in the domestic observation of elections. And NDI said, don't worry, we will train you, we will support you with all the technical information regarding this. We started. Every single experience is different than the one before, and every one of them has such a unique character to it and such a unique set of people that come together for the sole purpose of being able to put their country at the next stage of democratization. That was December, and the election was planned for April. So we have only 4 months. الإحساس كان بينتاب بالخوف والتحدي الاثنين مع بعض. أنا أتليس لإحساسي البيرسون أو الشخصي كان كده، لكن الإحساس بتاع المسؤولية القومية والوطنية تجاه البلد والتحول الديمقراطي اللي كان حيحصل، وبإنه دي يعني وقت تاريخي
لازم ننجز الحاجة دايرين ننجزها، ولازم نثقف المجتمع السوداني ويخشوا الانتخابات وهم واعين، بعد ذاك يصوتوا لمنو. ده نظر إيشو، خيار شخصي. We divided the 15 states in the north between us. Each organization was responsible on voter education in three or four of the states. فالناس أول حاجة التدريب بالفترة الأولى اللي هي التدريب في التوعية بالبرامج عن انه عن الانتخابات ذاته والفكره فيها، وانه الناس طولت يعني من الانتخابات يمكن قريب اكثر من 20 سنه. فكنا بنمشي الغرى، بنمشي المناطق النازحين، بنمشي المعسكرات، بنمشي كل الحتات دي احنا يمكن غطيناها كمنظمات. Then we came to the part of domestic observation. We have identified state coordinators, team leaders. We brought them for training. Equip them with the knowledge and skills, and they went back and select domestic observers in each of the states. فكنا بنجيب عدد من المراقبين، بنعمل زي تمثيليات رول بلاي بصورة حية، بنجيب نماذج حقيقية لبطاقة الاقتراع ولصناديق الاقتراع. كان المسألة على التركيز على الجانب اللاحية دي، مفهوم أهمية الانتخابات بالنسبة لنا إحنا كشباب وكسودانيين. حقيقة كان عندي زي تخوف من المسألة بتاعت الانتخابات نفسها، لكن بعد التدريبات اللي أخذتها بالنسبة لنا كمراقبين محليين، الحتة بتاعت الخوف دي شوية يعني اتزاحت وبقت في حتتها في صيغة. في تشيك ليست حيتوزع يعني علينا، حشيك عليه على الحاجات اللي أنا حشوفها. كان في عدد الناس اللي جو صوتوا، لعدد الناس اللي سمحوا لهم بالتصويت أصلاً، والناس اللي ما سمحوا لهم بالتصويت، زول من حزبي بتدخل في الموضوع. كل الحاجات دي طبعاً إحنا ما كنا عارفينها، وأنا عموماً ما كنت عارفة الحاجات دي كلها، ولا عارفة إنه الانتخابات دي أصلاً كيف بتتعامل. كل الحاجات دي عرفتها هنا في التراني. نخش قبل افتتاح صناديق ونمرق بعد تكفيل عشان ندمن صناديق مقفوله تمام. في مناطق نائيه جدا كانوا المراقبين ديل بيصلوها وبراقبوا فيها، وممكن تكون بتعزل على وسائل المواصلات، حتى وسائل الاتصال او الشبكه ممكن تكون ما موجوده. انت لازم تقدر انك تجمع التقرير اليومي او تشوف انه اليوم مش مره معاهم كيف. فدي كانت ممكن تكون اصعب تحدي لنا، انه كيف نحن نتواصل مع المراقبين. فده كان التحدي الأكبر، إنه تقدر إنك في زمن مع عدد هائل من 2300 مراقب في أنحاء السودان تقدر تحصل على كل المعلومات دي، عشان ما نقدر نجمع كل التشيك ليست تنزل في الداتا وبعد ذلك تطلع في التقارير بتاعت سوقي. الناس حتى يعني قرت التقرير حقنا كسوق دي، لقيت إنه فعلا تقرير بيمثل الواقع حقيقة. يعني ما كنا منحازين لأي جهة من الجهات، ولا كان عندنا، كان فعلا قمنا بالدور الحقيقي للمراقبة. قسمنا ولاية السودان كله حسب استطاعته ومعرفته وقدرته، اشتغلنا التثقيف الانتخابي، تثقيف الناخب، جينا رقبنا الانتخابات، جينا رقبنا الاستفتاء، رقمنا انتخابات جنوب كردفان، طلعنا يعني ثلاثة ستيتمنت في أبريل وفي الاستفتاء وفي جنوب كردفان كانت تتسم بالموضوعية. علاقتنا مع المفوضية القومية للانتخابات علاقة بتاعت عمل بينه وبينه، كل الاحترام المتبادل، الليسر لير، الدروس المستفادة نتبادلها، نشوفها، نشارك معهم، يشاركوا معنا، لكن هي في النهاية علاقة بتاعت عمل، لأننا إحنا كمجموعة مراقبة لا حزبية مدنية منطبية هي ذات تراقب عمل المفوضية، لكننا نعي تماما الدور المفصلي والأساسي اللي بتلعب المفوضية وضرورة المحافظة على استقلاليتها ويعطى كل الحرية في إنها تقوم بعمل التنظيم العملية الانتخابية.
انتخابات مفروض تجي بعد كل 5 سنين، كنا محتاجين ما يقارب ل 15 سنة حتى إنه نحن نصل المرحلة دي. تمام الحمد لله، كيف نسوق دي؟ كان عندنا يعني تعاون وثيق أو توأمة أكيدة مع المجموعة السودانية لديمقراطية الانتخابات في جنوب السودان أو ما يعرف به سندي. سوقدي وسندي انتخابات أبريل 2010 غطوها من A to Z بنشر كمية قريب لل 5000 مراقب، غطينا ال 25 ولاية سودانية آنذاك. ماما سوقدي ماما سندي كان مهم جدا بالنسبة لسوقدي بعد كل الرحلة بتاعت المراقبة المحلية، كانت محاولة لجمع كل الريكومنديشن اللي طلعت بها سوقدي، كل الريكومنديشن اللي طلعت بها الجروب ستان اللي اشتغلت في المراقبة المحلية الداخلية والانترناشنال اورجانيزيشن، بالإضافة لكل الريكومنديشن اللي طلعت حتى من الأحزاب، وقعدنا مع أحزاب ومع جهات متخصصة لجمع كل التوصيات اللي ممكن تساعد في إصلاح قوانين الانتخابات. كان في يوم 26/9 الشهر الماضي كان في يعني زي مؤتمر تشاركي دعنا له كل الستيك هولدرز المشاركين في الانتخابات بغرض انهم يعني يراجعوا ويدرسوا ويفيدوا فيما عندهم في الأطروحة اللي قدمتها سوقدي حول إصلاح قوانين الانتخابات، وطلعنا بنتائج يعني بفتكر إنها نتائج ممكن تكون مهمة جدا في إصلاح قوانين الانتخابات في الفترة الجاية. سوقدي مع المانح الأساسي بالنسبة لنا هو المعهد الديمقراطي الأمريكي الـ NDI، أنا بعتقد إنها هي برضو علامة فارقة في علاقة أو مفصلية في علاقات منظمة المجتمع المدني السوداني بالمنظمات الدولية المانحة. التميز والحتة الكروجل والمسألة اللي كانت مفصلية هو الدعم الفني كريم جدا، بحيث سمح بنقل كل الخبرات المهارية المطلوبة للجمعيات الوطنية. أنا very proud في إن أنا كنت ممبر في سوقدي كجمعية بابي كير بدري، وأنا إخلاص النيم يعني بفتكر إن أنا I'm so proud of the achievement of سوقدي. عندها بقت كينونتها وعندها وضعها والناس بقت تثق فيها، بتمنى إنه هون يستمروا بشكل يعني قوي زي ما بدوا قويين، يستمروا قويين.